أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لحضور الحفل الذي أقامه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. وخلال الحفل نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى قيادة وشعب الإمارات الشقيق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وتمنية سموه للدولة الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار. وأكد سموه عمق علاقات المحبة وروابط الأخوة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، مشيرا سموه إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشكل أنموذجا في قوة ترابطها وما تشهده من تقدم وتطور مستمر على مختلف المسارات بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من جانب قيادتي البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق بينهما. وهنأ سموه الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما تحققه من منجزات تنموية رائدة على مستوى المنطقة والعالم تعكس الرؤى الطموحة لقيادتها الحكيمة والتي تستلهم خطاها من نهج مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وعبر سموه عن تقدير مملكة البحرين لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الداعمة والمساندة لها في مختلف الظروف والتي تجسد عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين عن عظيم الشكر وخالص التقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم وتعزيز للعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. إن هذا الاحتفال وهذا اليوم هو يوم البحرين وليس للإمارات فقط، وإحنا نعتز بالعلاقة المتينة والمتجذرة التي يعني كانت أساسها الآباء والأجداد وستبقى إن شاء الله قوية وستقوى مع الأيام. وإحنا يجب أن نكون متحدين في هذا الخليج وفي هذا العالم لمواجهة التحديات. وأنا بهالمناسبة أود أن أشكر الإمارات حكومة وشعبا على ما تقدمه إلى دولة البحرين، وأتقدم بهذه المناسبة بالتهاني إلى قيادة الإمارات الرشيدة. احتفالات الإمارات العربية يعني احتفالات مملكة البحرين، ونحب ننتهز هالفرصة ونهني قيادة الإمارات وشعبها الشقيق بالعيد الوطني، والله يعود عليهم إن شاء الله دائما بالأمن والأمان والصحة والعافية. والله البحرين يعني احنا نحتفل بهاليوم كان عيد وطني للبحرين. هذه المناسبة السعيدة حقيقة على قلوبنا احنا كبحرينيين، نرفع اسماء التهاني والتبريكات الى القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة والى شعب الامارات الشقيق بهذه المناسبة، وسأل الله ان يديم على اهل الامارات واهل الخليج الامن والامان. وهذه مناسبة عزيزة علينا، ليست على اهل الامارات فقط ولكن مناسبة عزيزة علينا، واحنا كسلطة تشريعية نفرح حقيقة بهذه المناسبات الوطنية العزيزة. طبعا احنا نحتفل اليوم في عيد الوطني الاماراتي 48، احنا نحرص دائما ان نحتفل معاهم تأكيدا للروابط اللي تجمعنا، للمصير الواحد اللي يجمعنا، للقرار الواحد اللي يجمعنا، احنا والامارات والسعودية والكويت وعمان كلنا شعب واحد، كلنا مصير واحد، ودائما الله يدوم الفرح والسعادة والاحتفالات اللي بيننا وبينهم. احنا نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة في يومها الوطني يوم 2 ديسمبر، هذا اليوم طبعا يعني شيء الكثير للإمارات والخليج. في هذا اليوم توحدت 7 إمارات من أجل تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة التي نفخر بوجودها في الخليج في مجلس التعاون، كونها علما يرفرف في سماء الخليج
لها الكثير من الإنجازات، لها الكثير من التعاون مع أخوانها في الخليج، وبالذات إحنا في البحرين لنا الكثير من العلاقات الطيبة مع أخواننا في الإمارات. طبعا نستذكر بكل فخر شيخ زايد، رجل المهندس، مهندس الخير، مهندس البناء، هالإنسان العظيم اللي بنى الإمارات ومدد خيراته لبقاع العالم، وإحنا لنا نصيب من محبة الإمارات. أحب أهني الإمارات بعيدها الوطني، وأنا كوني من السفارة السعودية أحب أوصل برضو يعني تهاني الشعب السعودي وأعضاء السفارة للإمارات بعيدها الوطني. وطبعاً العلاقات الإماراتية مع السعودية ومع البحرين علاقات وطيدة وقديمة جداً جداً جداً، مش بس علاقات سياسية، يعني حتى علاقات عائلية، علاقات اجتماعية، علاقات حتى التقاليد وكل شيء، يعني متشابهين إلى حد كبير. طبعاً احنا جداً سعيدين اليوم بتواجدنا في حفل السفارة الإماراتية بمملكة البحرين، والحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي هم أخواننا وأشقائنا وأحبائنا، وفرحتهم طبعا من فرحتنا. طبعا تم عرض صور تذكارية للمرحوم رحمة الله عليه الشيخ زايد آل نهيان، طبعا هو قدوة للجميع وهو مثال يحتذى به، ويعني تمنياتنا للشعب الإماراتي حكومة وشعب طبعا بكل التوفيق والنجاح، وعمار يا الإمارات. كل عام والإمارات بألف خير وصحة، الله يديم الأمن والأمان، والله يحفظ قيادتها وشعبها. اصلا احنا نعتبر بلادنا وبلادهم واحده، وتاريخنا واحد ونسبنا واحد، فدوم نفتخر ان احنا ابسط شيء نقدمه لهم ان احنا نحتفل باحتفالاتهم، لان اتحادهم واتحادنا واحد.